عليكم، كيفكم يا حلوين؟ اخواتي اليوم اخر يوم عندنا بالمدرسة، انا وسارة رايحين نستلم الجلائات، فادعونا ان شاء الله نكون من الناجحين. ان شاء الله يا سارة. ان شاء الله اذا نجحنا تحطوا لايك للفيديو، واذا كسبنا لا تحطوا لايك. لا ان شاء الله اذا نجحنا تحطوا لايك، واذا ما نجحنا كمان تحطوا لايك. كمان يا من حاب يشارك معنا بهالفلوق، شارك معنا هالفرحة الحلوة. ويا من اليوم شوي تعبان شوي، ادعوا له بالشفاء. عليك العافية حبيبي، عليك العافية. يلا اخواتي ما راح نطول كثير، حطوا لايك. انا اليوم كثير متحمس. يلا يلا خلينا نروح على المدرسة. يلا وهي الزونة. اجا يا الزونة، شو نجحت؟ الحمد لله نجحت. ايه كويس، مبروك. ايش هي؟ هي تعطي ليمنة. اعطي ليمنة، هي حصة ليمن. هي اعطوك شوكولاتة حلوان يعني؟ ايش هي مفرجي؟ يلا سارة يا زلمة نجح. هلا دورك يا سارة، جاهزة؟ فوز لي شوف. يلا روحي.
ايش هو؟ نجحتي؟ شو يا زن نجحت ولا رسبت؟ نجحت ما؟ علامات كويسة ولا شلون؟ يلا مبروك. شو هاي كمان سارة؟ شو عطوكي؟ يلا مبروك يا أكرم حبيبي. يا زلمة هذا أكرم مين؟ هذا رفيقك؟ هذا رفيقك وجارك يعني ممثل معك. يلا قلنا حطوا لايك. اتفضلوا يلا على البيت. يلا على البيت. هلا نروح بابا لازم تعملها بوزة. بوزة؟ تكرم. تعال. هلا هاي البوزة مو موضوع نجاحكم، مو حلوان نجاحكم، هاي البوزة عشان دينا الشوب بوردو. انتو حلوان نجاحكم في حفلة خاصة. لكن درستوا ونجحتوا على الفاضي؟ بس يامن انت مرضان. انت مو مرضان؟ ها؟ طب ليه عم تاكل البوزة؟ انت مو مرضان؟ ايه ما بصير تاكل البوزة يا بابا، ليش عم تاكل البوزة؟ ما بصير تاكل البوزة، مو انت مرضان ما بصير. سوبرمان وين سوبرمان؟ ايوه هي لمي هي ليش؟ اعطي لها هي ليش؟ دائما هي مو له؟ بده يلا بده. انت بدك سوبرمان عشان تصير قوي. يعني بياكل هي مشان شو يصير سبايدرمان؟ سبايدرمان انا بقول سوبرمان. هي اسمها سبايدرمان ها؟ لا انا يلا تفضلوا كلوا في البيت يلا تفضلوا. الله يرزقكم صحتين وهنا. مبروك ألف مبروك النجاح الكل من كفح وتاب من سعى للمجد بإذن الله ينول اللي سعى له ألف مبروك النجاح الكل من كفح وتاب.